استاذ ريم اخبارك؟ اهلا اهلا. بس نسجل هنا. ايه تعالوا هلا هلا هلا. لا انا ما خلص من هوتيني انت، انا ما خلص من هوتيني انت. انا رايحه البحرين، اعتذر عن الفيلم، اعتذر عن العنود. مع علي مش حتقدر تقمص عليك، ما اقدر. لونج تايم، وحشتكم. وحشتيني بس من غير فضايح. اي متى احنا مش شايفين احمد؟ خمس سنوات؟ خمسة؟ أقل شوي. أربعة؟ أي لا 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 أربعة. والله تمام، شو أخبارك؟ شو مسوي؟ هلا والله هلا. أنا بس عرفت إنه أنت هون. إيه. لازم. لازم. أجيب العيد معها. أجيب مو العيد معها، أجيب فيها العيد. في فرق. لا 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 حبيبتي أنت ما شاء الله عنك صديقة قديمة. ترى من بداياتي اللي ما حد يعرفني ايام الطفوله. ايش قصدك ان انا كبرت؟ انا ايام الطفوله انا وياك من البدايات. شو اخبارك؟ انت صديق والله تمام. كيف امورك؟ كل شيء تمام. شو عم تعملي عنا هون بالعين؟ بصراحه اقول لك الصج، وايد حبيت العين والله وايد حبيت. اي بشكل فعلي أول مرة ترى أي العين ويكون عندي تصوير وهالأجواء الجميلة. يعني أمس وصلنا لمرحلة لعونيك مواصلة تتحرك. بس بالمسلسلات أبجي، ترى الناس كلها تفكر فيني فكرة غلط. بس بالمسلسلات أبجي، ترى لما تشوفوني طبيعية وأضحك ترى أنا طب أنا كذي. This is me. فأقول لك أول مرة أي العين وايد حبيتها. طبيعة الخضار، القعدة. يعني أمس خلصنا تصوير مشاهد قلت لهم لا ما فيها مشي، فيها كبسة. طبخنا وسهرنا للصبح. ايوه ما شاء الله عنك انت بالاكل. اي يعني كثير اخبارك. لا تسال عنهم. اخبارك بالاكل ما شاء الله يعني. على السوشيال ميديا زادوا ما عم ينقصوا؟ زادوا، ما قام تعبنا الا العمليات. على طول راح اروح حق دكتوري الحين، خلاص متفقه معه. اي والله بسوي شف رياضه مرياضه كذا. المشكله جسمي الفات عضل وايد صعب يعني، فأنا حركية وكل شيء بس وزني ما قاعد ينزل يعني ثابت. وصراحة أتحرك كثير ومخففة أكل بس ما قاعد أنزل. وإذا نزلت كيلوين، يعني كيلوين ما بيغيرون شيء، بيوم تردهم بدوائك. إيه صراحة، فلا بدنا تضبيط. أي حكيم راح تروحي؟ دكتور كويتي اسمه عبد العزيز الرشيد. تعملي ربط يعني ربط معدي وهيك؟ لا راح أسوي شفط. إيه يعني عندي مناطق حاسة مش متناسبة. لا محاسب خوف جريئة يعني والله صار لي متابعتها سنتين وقاعد أشوف العمليات اللي مسويهم. عندي أكثر من صاحبة لي ممتاز. إيه والله يعني شغلة جميل. بعدين رحت استشارة لما قعدت معه وتكلمت معه لقيت فاهمني، يعني مش من النوع اللي مثلا يبي شيء أوفر ولا لا. قال لي أنت عندك مثلا بدك تنحتي وكذا وأصل هذه فيها فات. عم نبلش من فوق. إيه هني يعني عندك زند، عندك كريشة، يلا شيل. بس قديه بتهدي بالطولة هيك كله هذا بيوم واحد ولا طبعا على اكثر؟ اي ذا سيم تايم نفس الوقت. اي والله يعني بتفوتي رينج عام بس مره واحده ما يقدرون يقسمونها لي. بس حتطلعي واحده ثانيه. كله هلا قولي ريم ارحم اطلع نانسي عجرة. اي على اساس باتيكه ويا ريت يسوي لي نفسها ضعيفه. والله بتحب الضعف. اي حلو الضعف. بعدين يعني احس كل شيء هبه. يعني جات فتره اللي شويه اجسامنا مبينه ومليانين، الحين الناس كلهم رجعوا والسلم ضعاف. انت كم عمليه عملتي شيء قبل العمليات او شيء؟ ما عملت شيء، بس انا لان كانت عندي عمليه فتح بطن اثرت علي كثير. سوت لي يعني هم يقولون الاوليين يعني امهاتنا الاول بنفتح تفتحين البطن حق عمليه كان عندي حمل مو بشكل طبيعي خلاص يصير الكرش. وفعلا تغيرت تشكيلة بطني وصار الفت متركز فيها وصعب بالرياضة انه يروح. تأثرت صراحة فأبي أشيل، يعني انتظر 3 سنين أسوي رياضة وكذا بس النتيجة بسيطة فخلاص أبي أختصر الطريق. طيب خبرينا عن تصوير الفيلم هون، شو دوريك؟ أنا دور العنود البدوية، عنود حبيبة خلفان. هم رومانتيك لاين، يعني نتكلم عن الحب في قبلية شوية
غير موافقين على هذا الحب، يحسوا انهم مش مناسبين، واحنا قاعدين نصارع من اجل هذا الحب عشان ينتهي بالزواج. طب برايك بهذا الزمن في حب؟ شوف، هو في بس انا ما حصل لي حبيتي ولا مرة بحياتي، حبيت بس يعني في الفترة الأخيرة ريسنتلي مش حاسة بحب صادق. يعني ممكن تدخل فيها فزات قلب، فيها مثلا تحس إن ممكن يكون في علاقة، تحس إن في أحد شاريك يبغيك، بس هل هذا الشخص بيكمل أو ما بيكمل؟ شوية المصداقية عندي بهذا الموضوع مختلة. يعني أحس زمننا مش زمن الحب، يعني خلينا الحب حق الزمن الجميل. ما أحس أنه، ما أدري ليش، هذا إحساس يعني رأيي الشخصي. شو قصدك أنت كمان نازلة على الصداقة وهلأ على الحب؟ أنه ملدوغة بحسك أو هيك مجروحة؟ ما في إنسان مو مجروح، يعني ما في إنسان مو مجروح، بس في إنسان يعرف يتكلم، في إنسان ما يعرف يتكلم، في ناس تتكلم بسطحية، ناس بعمق. أحيانا يعني على حسب اللي بيسألك سؤال بتجاوب بعمق، بينتشر بالصدفة. يعني مش أنه مثلا يعني أنه في جرح أو ما في جرح، هي بتكون بالصدف، بس أنه في أشياء يعني أكيد بتأثر فينا ومتحسس منها ونتعلم منها، نتعلم منها يعني سواء صداقات أو بالحب أو بالفشل هم انتشر. يعني أنا كثير أحب أخطائي، كثير أحبها صراحة. مرة حبيتي بحياتي بشكل حقيقي صادق؟ أتوقع يعني في حب المراهقة ما بيعتبره حب، لأنه حب عذري بسيط، يعني حين ما فيني يعني حتى أي مشاعر له، بس حبي الثاني كان حب أي يعني إلى الآن أنا أتأثر. بتحبيه؟ أي الله يرحمه. هو زوجك كان أو انخطبنا إذا تعرف زوجي أنت، طليقي سوري، انخطبنا بس ما الله كتب، يعني انخطبنا وكل الأمور ترتبت مع رغم كانت الظروف ضدنا، و توفى بحادث يعني، والحمد لله على كل حال. بس يعني تعرف يمكن لأن النهاية كانت صعبة فما زال لا مكان بقلبي، بس كانت علاقة جدا ناجحة والله يرحمه. الله يرحمه. سمعت هلا إنه أنت هيك كمان داخلي بقصة حب. يا الله عليكم، متى مداكم؟ متى مداكم؟ أنا خل أحب أول عقب أنتوا تسألوني. أنت عم بتحبي؟ هذا اتهام. أنا قلت اتهام، هلا الحب اتهام صار يعني؟ والله هو اتهام بيني وبينك، بتيك التهايم وتنايم. لمعوا عيونك بلشوا، بس جبت سيرة الحب هيك يمكن بلشوا يشرقتوا. يمكن لا، يمكن تعرف هذا اللي فيه شوق حق العاطفة، في فراغ عاطفي، الواحد وده في فزة قلب، بس ما في شيء سيريس حتى كعلاقة. بس أكيد يعني صار لي فترة طويلة 4-5 سنين أقول مش دعوة، إيش فيني؟ عندك فراغ عاطفي أنت؟ إيه طبعًا. من أي متى؟ 5-6 سنين. والله. إيه. كيف بتعود الفراغ العاطفي بهذه الحالة؟ بالعكس ساعات يعني يقول لك رب ضارة نافعة، ساعات يكون مثلا ما عندك حب بحياتك أو عاطفة، بتركز على أشياء ثانية، على الأهل يعني اجتماعيا بتكون مركز أكثر، على الشغل أيضا يكون تركيز أعلى. صدق الحب يساعد يخليك تشوف الدنيا حلوة بنظرة ثانية، بس في نفس الوقت بعد يكون في مجال أن أنت تعطي نفسك فرص للحياة، يعني تعيش مع نفسك. يعني كثير أنا في هالفترة تصالحت مع نفسي لأن الحب بيأثر علي. أنا بعرف قصة عنك، سمعت انه انت تقدم لك حدا مرتبط بالوسط الفني هو، بس ما بعرف شو اللي صار، يعني الكواليس شو اللي صار ما عرفت بعدين مرتبط. بس انا هو متزوج اكيد سعيد الحال، هو متزوج تقدم لك وما بعرف شو عاد صار بعدين. انا عرفت البدايه بس ما عرفت النهايه. والله مين قول لي؟ ما أنا مو عارفة، والله ما صار ريم، ورب الكعبة ما صار. إنه واحد ريم أول شيء خلاص شاهد مين؟ دقيقة برجع لك ذكرني، يمكن ناس أكيد مو عاجبني، نسيت في دبي كمان شاهد على القصة. أنا وي بتجيب فيني العيد شوي قديمة مش من هلأ. لا أخو صديقي لا ما بس من باب الضحك يضحك. لا مستحيل يسويها
نروح فيها؟ لا يضحك هو. ما بعرف هيك حسيت. مذاكرة؟ لا لا يضحك. ذكرتي القصة انت؟ ذكرتي. إيه لا يتغش مار يضحك. والله؟ اي والله. ما كان في هيك عموما يعني ضد فكرة ان انا اتزوج احد مرتبط او عنده حياة ثانية. ضد. اي والله. يعني ما راح ادعي المثالية ان ما بيخرب بيتي، اذا حبيته راح اتزوجه. بس يعني ضد الفكرة يعني مبدئي. بس اذا حبيتي خلص. يبقى ما بشوف. حبينا حبينا طحنا على وجهنا. احنا من تعرف اللي يقول طحت وما حد سمع عليك. انا اطيح ما حد يسمع علي. اي احد. انت عاطفتك تغلب عليك؟ اي انا عاطفية. عاطفية. عرفت ليش أقول لك ساعات مفيد إن الحب مو بحياتك عشان تكون عقلاني أكثر. طب هلأ لأنه بهذا الزمن يعني اللي عم نشوف ما عم نلاقي حب صادق يعني. إيه صراحة ما في قليل يعني. أنا أشوف إن الحين اللي يبي يحب لازم يكون مبني على المنطق والذكاء. يعني بختار اللي أحبه وبختار الشخص اللي بعيش معه باقي عمري، لأن أهم شيء بالعلاقة إنه يكون واحد شاريني بكل ما فيني. مو اليوم أتم معه سنة سنتين ثلاث يعني وباكر يتخلى عني. والزواج المصلحة اللي بيكون مبني على مصلحة؟ شيء مو مبني على مصلحة اليوم عليه. ما في شيء. زمالة، صداقة، زواج، حب. المصلحة مش معناته أن أنا بأخذ منك مصلحة مقابل أن أنا أستفيد وبس. المصلحة أنت اليوم قاعد تسوي معاي لقاء وأنا قاعد أرد عليك، في مصلحة مشتركة بيننا أن احنا نوصل بنتيجة. المصلحة هي النتيجة. المصلحة أن يكون عندنا أسرة. المصلحة يكون عندنا عيال. المصلحة أن تكون عندنا بيئة صالحة أن احنا نربي فيها عيالنا، ننجح مع بعض، تقويني أقويك. مش يعني ما تقتصر المصلحة على أشياء مادية فقط. أنت كم ولد عندك كريم؟ أنا بنت واحدة. تطلع بالسوشيال ميديا؟ لا أبداً. تطلع بنتك؟ يا ريت تطلع. لا 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 تغش. انت ما بتطلعيها؟ لا ما اطلعها. قد عمرها؟ 15. شرفك صبية ما شاء الله. اي 16 بعد. والله يعني بتوقف حدك. جنن. قولوا اختك. اي يقولون اختي، واحنا متعاملين مع بعض ان احنا خوات اكثر، صحبة اكثر. طب ليش ما بتطلع بالسوشيال ميديا او ما بتحبي او هي ما بتحب؟ انا احس ان يعني احنا كفاية بننزعج. يعني ساعات نسمع كلام بيجرح ولا هذا جيل يعني 15 سنة وكذا و 16 سنة ما بتطلع بالسوشيال ميديا. لا ما بيها تطلع بالسوشيال ميديا. بكرة يمكن أنا أغلط، يمكن أنا أسوي شيء يسيء لها. ليش أخليها تتأثر تتأذى؟ صبية قصدي صارت يعني صار يمكن فيها وهي يعني لو فيها ميول أو بتحب. يعني أنا أول عمرها يمكن 14 قبل سنتين جاتني قالت لي بمثل. كانت عندي صدمة. ايه قاعده بحب التمثيل بمثل. انا عارف ان هي تحبني فشوي تتاثر مني. قلت لها اوكي طيب. وديتها مسرح عندنا صيفي. اخذتها طبعا امي قالت لا ولا تعودينها بلا بلا لا. تعرف بعض العوائل ما بيقبلون. يعني انا حرت نفسي. انا كنت بالزوجه ودخلت الوسط والامور طيبه. فاخذتها وديتها. راحت صيف واحد كانت تقول لي خلاص انا تعبت وما لقيت. بس الحمد لله جات منك. انت يعني قبلتي انه هي تفوت على الوسط؟ انا ما اقدر اليوم امنع هذا الجيل وطفل حابة وعنده موهبة أو طاقة وأقول له لا تطلع أو لا تسوي أو لا تقدم اللي عندك. وهو من حقه يأخذ قراره، من حقه يفكر ويسوي اللي يبيه، ومن حقه يتحمل أخطاء. والله. هي روحي. أنا دائما أقول لها أنت اليوم أنا ما أكلمك كبنتي كأم، ولا أكلمك أن أنا مراقب لك أو معاقب محاسب لك. أنت تغلطين تتحملين غلطك. أنا غلطت أنا تحملت أخطائي كلها. أكلمها أنها هي بعمري وبتفهم أكثر. أنت أم صالحة؟ ما بعرف، ما بيعرف لرب العالمين، بس أتمنى أن يكون أم صالحة. بتمنى. أنت دليل أنه عم تحكي أنه عم تربي بنتك تربية صالحة. يعني بحاول أني أوصل لتفكيرها، بحاول أعوضها اللي أنا ما حصلت عليه. يعني أنا مثلا أمي اللي طول بعمرها أحبها موت عليها، بس تفكيرهم وطريقتهم وتربيتهم وجيلي مختلف. جيلهم هذا جيل أنا في أشياء ما بعرفها يتعلمني إياها. يعني هذا الجيل بيخوف. ما فينا ان احنا نتعامل معاهم بطريقه تاف او بحزم او برفعه صوت ومده. احنا تحملنا. هذا ما بيتحمل. هذا يعرف حقوقه، يعرف اللي له واللي عليه. هذا يحاسبك، هذا يوقف لك يقول لك انت خطأت، انت سويت، انت كذا، انت كذا. انت بدك على قولتنا احنا في رد وبدل. بدك تفسر له وتبرر له كل كلامك. انا ليش اليوم يعني احرص ان هي ما تظهر للسوشيال ميديا عشان بكره لا تجي تقول لي انت خطأتي بحقي وطلعتيني. فخلها هي تختار طريقها مثل ما تبي.
إذا حسيت يوم من الأيام إن هي أخطأت، ما شاء الله عليها هي عاقلة وإن شاء الله على طول تم شرفتني ورافع راسي، إذا حسيت أيضا راح أروح لها بطريقة جدا سهلة وبسيطة، ما راح أجيها من باب إن أنا أمك ولازم مجبرة تسمعيني، لا هي ما هي مجبرة، أنا أقنعها إن هي خطأ. شو هواياتها هي؟ شو توجهها هلا حاليا؟ تحب الرسم، ديزاينر، تحب تركب خيل، تحب الميك اب، شو اخر فتره ميك اب ما ادري مع الهبه. شو اسمها هي؟ امالي. امالي هي اسمها. حلو. امال بس احنا نسميها امالي، عيونك اخر امالي. طب ريم، انت بالوسط الفني طبعا لك فتره طويله، تعبتي من هذا الوسط أو حسيتي بمرحلة أنه بدي أطلع خلص بدي استريح؟ بحس كنتي، أنا بعرفك من أول، تحسك أحيانا تمر بفترات هيك تقرفي من هذا الأجواء وتصيري هيك، كنتي تحبي تبتعدي عن هذا الوسط؟ أي كثير من الأحيان يعني بتشتت، بس هذا أنا حسيته طبيعي آخر فترة بديت أتأقلم عليه. يعني كثير بتيني حالات أني أقوله أبي أبتعد، أبي أشوف شيء ثاني يعني ما أدخل فيه، خصوصا لما أنت بتعطي كثير بتنتظر النتيجة، بتكون النتيجة أقل من المتوقع، أو مثلا تنتظر الجديد وما يكون في جديد، ماشيين على رتم واحد ما قاعد يتغير. أنا في نظري الفنان الحقيقي بيبحث عن نفسه لآخر نفس، بس بينتظر نتيجة. يعني احنا بدنا نتيجة، بدنا أعمال جميلة، بدنا أعمال تطور منه. يعني ما أبي أتكلم أو أدعي المثالية، ولكن نحتاج شيء جديد خلاص. يعني بيصير الموضوع روتين ومتعب، يعني نفس الأدوار نفس القصص نفس الحكايات، أو نروح حق السايد الثاني، المشاكل، الضغوط النفسية، المحسوبيات، الاتفاقيات هذه اللي من تحت الطاولة بتخليك تقرف صراحة أحيانا، مش الكل، البعض منهم طبعا. انت ما شاء الله عنك عملتي يعني بالفترة الماضية أدوار كتير حلوة وكان لك حضور يعني مميز. قاعدة أحاول علي، إذا ما في شيء جديد عم نرجع لورا قاعدة أحاول أن أجدد من نفسي، إذا ما كان في جديد بالنص يعني قاعدة أحاول على الأقل أختلف من الأول على الثاني عشان حتى أنا ما أمل من نفسي. وبعدين على فكرة الجمهور ناقد جميل، في جمهور كثير واعي ومثقف فنيا بيقول ريم أنتي نفس أدوار، ريم غيري، ريم طوري، ريم. فابتديت شوية أغير تكنيك تفكيري بالأدوار، يعني تكنيك، وحتى مع الممثلين نفسهم بديت أغير، أشتغل مع منتجين جدد، مخرجين جدد، ممثلين جدد عشان نختلف. طب ريم، أنت أول ما طلعت السوشيال ميديا وهيك ما كتير تفاعلت معه، بس هلأ ركبت الموجة يعني معاهم، بس بعد بين البينين على قولتنا، يعني عم طلع فيديو عم ترقصي كذا هيك. يعني هو سلاح ذو حدين، يعني خاصة حق الممثل، إذا مو هو مش بس السوشيال ميديا محسوبة علينا، كل شيء محسوب علينا. يعني ساعات منزل فيديو بتحسف أحس أني خطأت، يعني ما الناس ما بتتقبل مني، خصوصا دائما اقول قبل شوي قايله حق الكل مشاهدي كلها بيتشي وسيريوس تراجيدي، فلما يشوفوني فني وبضحك الناس بتفهم غلط. يعني هي متعوده علي بكاركتر معين او بلقاءات كثير كلاسيكيه، فمش متعودين علي بالكاركتر الفني والضحك. شفنا فيديوهات على أكثر من حساب وفي منه هيك علقوا عليه على حساب، يمكن كمان في ناس اتهموا إحدى الفاشينيستات أو أو شيء، فشو تعليقك على هذا الموضوع؟ ما أنا أحس هذه طبيعتي، يعني قلت لك إن ساعات الواحد يتحمل أخطاء، أنا أعيش على طبيعتي وأصور على سجيتي، سواء كنت أنا أصور جمهوري يصور، مقصود غير مقصود، ويطلع اللي يطلع، بس الباقي على اللي بينشر. يعني في ناس بتنشر في شيء بالقانون اسمه تلميح، يعني أنت بتقول كلام بتنسب لي موضوع، بتنسب لي فكرة، تبي تشوه سمعتي، تبي تسمني تغذفني، I don't care صراحة، خلاص ما هي أنا معرضة لهذا الشيء ولازم أتحمله. هذا الحساب هو لحدا معين؟ لحساب في حدا متهمة في فاشينيستا؟ ما أدري، يعني ما عندي فكرة منو صاحبه، ما بيهمني والله علي، والله هذه ما بيهمني، لأن اليوم أنا ممكن أفتح حساب بأمريكا وبسب العالم كلهم وبطلع منها خلاص. أنا أحس إنه لازم يسوون أشياء أمور ثانية، يعني صار ما أكثر بالسوشيال ميديا، ودائما أقول إحنا نحتاج مناهج تدرس شو يعني سوشيال ميديا،
يعني حق عيالنا، لأن ساعات أنا ممكن أنزل بوست وبلمح على شخص معين مشهور وبسبه بي طفل أو طفلين أو ثلاثة مراهقين بيسبون وراي، هم اللي بيتعاقبون أكثر من صاحب الحساب. صاحب الحساب في سيف سايد عارف يفتح أكاونت ما يتحاسب عليه، يعني وضعه بيكون مختلف، محافظ على نفسه، واللي 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 تحته اللي حرضهم على السب والقذف بياكلونها. رفعتي شي دعاوي أو شي؟ عندي ثلاث محامين أنا دائما بستشيرهم بكل الأمور، بس دائما يقولون لي الصمت، الصمت والهدوء. أنا ذابحيني بالصمت والهدوء. والله ما بتردي. والله برد يعني شو اسوي؟ عم تطلعي تردي ولا خلص ما بتحملي يعني. الكبيره اللي احس ان كثير تضررت منها بس قلت لنا ابي حقي، لان ساعات الرد بيضيع لك حقك، بيكون الغلط عليك. بس عندي محامين دائما يعني هم بيقررون اذا هل ممكن ياخذون خطوه ولا لا، وشنو ممكن ارد وشنو ممكن ما ارد. يعني الشيء الوحيد اللي جاني منه سكر الكومنتس هالفتره. اي يعني يعني اذا حسوا ان في شيء راح يسيء لي وراح يطلعني انا بالغلط قالوا لي سكر الكومنتس، وانا معاهم بالاخير. بس انا دائما اقول احنا اللي نحط نفسنا بهالمواقف. انا ما فيني اليوم اي حاسب الناس انت ليش نشرت لي او كيف تكلمت عني، انا معرضه لهذا الشيء. انا بدي حاسب او بدي طنش، اذا انا حساسه المفروض ما اصور او ما اخذ راحتي بكل شيء. فاليوم ما أقدر أنا أقول لفلان خطأ وفلان صح وهذا مين وراء وهذا ما مين وراء، كل اللي إحنا فيه إحنا وراء. يعني أنا أتحمل المسؤولية الكاملة عن أخطائي، سواء بالنسبة لي هي صحيحة أو لا، بس أنا على قناعة أن أنا بتحمل المسؤولية الكاملة عن أي شيء يبدر مني، سواء عن حسن نية مش حسن نية، أنا خطأ أنا صح، أنا بتحمل نتيجة كاملة. أخطأتي أنت؟ كثير أخطأت، كثير أخطأت. شو أخطأت؟ كثير، في كثير أشياء. شو؟ ما كثير أشياء خطأ. يعني أنا كثير بتصرف بعفوية، يعني ما بحسب حساب، رغم إني يعني آخر فترة كنت في نضج أنا بحترمه شوي، بس بتيني ساعات حالات إني بعيش حياتي صراحة. إيه يعني تيني حالات بعيش وبستانس وبعيش طبيعية، يعني ما بحسب حساب إن أنا مثلا مشهورة أو فنانة أو في عائلة أو في بنت أو في، مو لأن يعني دائما أقول إن أنا بتحمل نتيجة خطأي، فعبالي كل الناس نفس تفكيري. يعني أنا بخطأ أنا بتحمل، لا بس أنا بتضايق لما أشوف أبوي ولا أخوي ولا بنتي ولا أحد يزعل من كلمة تجرى، فلا ما بيستاهلون إن أنا ضايقهم، ما في شيء بيستاهل. السوشيال ميديا خصوصا هلا عم تكشف كل شيء، تكشف وصايرة السوشيال ميديا يعني جريمة بحق نفسنا. إيه مؤلمة مؤلمة، يعني كثر ما هي فني وضحك وسوالف وكل شيء صار سهل أونلاين بتشوفه، بنفس الوقت هو مؤذي، قاعد يأذينا. يعني مثل ما قلت لك أنا قاعد أسوي أشياء، أقترف أشياء مش مقصودة بس محسوبة علي. يعني اليوم إحنا ندون الأمور بضحك وغشمرة بتنحسب حق كم سنة قدام، هذا خطأ. بحسك أنت كتير حساسة ودمعتك سخيف. أنا حساسة ودمعتي سخيفة. سخيفة. ما شاء الله، لأنه مرة كمان كان عم ينحكى عن الوالد كمان. شو الموضوع كان بوقتها؟ أبوي يعني تقولون عنده علاقة حب، أنا عايشة مع أبوي قصة حب لا تنتهي إن شاء الله. أي والله عشقة، ولا قصورا بأمي ولا الجميع، بس هو أبوي كثير طيب وحنون وفرندلي. أي يعني ما أحب أشوفه متضايق أبدا أبدا. فهالفترة كانوا قاعد يسوون معي لقاء ولا أدري أنه مسجل صراحة، فقال لي حسام، هو حسام مو المصايب. فأبوي كان بالمستشفى اسم الله عليه، كان عنده جلطة دماغية، وكنت كثير متأثرة وحاول أصلب نفسي، فقاعد يكلمني أن أبوك ما أبوك ونهرت. شو كان به هو كيفه هلأ؟ منيح الحمد لله تمام. يعني أنت هلأ إذا بدك تختاري شخص قد ما بتحبي بيك، عادة البنات لما بيحبوا بيهم كتير بيختاروا رجال يكون كبير بالعمر، أنت عادة بتختاري كنت هيك الرجل اللي بتحبيه بتفضلي؟ صدق ما عندي تايب معين. أكثر مرة سولف ما أدري صح أسولف ولا ما يصير أسولف. ما في تايب معين، يعني تهمني العقلية أكثر صراحة، لا بيهمني عمر ولا شكل ولا جنسية. يعني لما أكتشف بالعلاقة أو بالزواج، أنا سبق للزواج مرتين مختلفين تماما عن بعض. والله. أي يعني ما لها علاقة.
بحبها بطريقة ثانية يعني other way، ما فيها تايب معين. طب كمان شفت لك أنا فيديو بعتولي عن الصداقة، عم تحكي كلامي كتير حلو يعني علي. هيك فلسفة وكذا ومش عارف شو، إنه ما في صداقة، وحكيتي إنه المصلحة ومش عارف شو إذا واحد ما بيقدرك وكلام من هالنوع، يعني كلام حلو حاطين له موسيقى حزينة حزينة على مسلسلاتي. لا لأن أنا كنت لا أفقه بشنو يعني كلمة صديق، يعني الصداقة ما كنت أفهم فيها كعمقها، يعني دائما أشوف أي أحد بيأكل وبيضحك بيشرب معي بعتبره صديق، هي في صداقة في زمالة في معرفة. لما جيت أبحث وأشوف إنه ليش أنا عندي مشاكل مع أقرب الناس لي، فاكتشفت إن أنا مش حطتهم بالأماكن الصحيحة. ففي هذيك اللحظة لما سألت عن صداقاتي بالوسط وإن ابتعدوا وباللقاء نفسه، فرديت الرد اللي يناسب هذا السؤال. إن أنا لما أشوف يعني أنت لما تسألني وين فلانة وين فلان عنك اليوم، أهما كانوا بحجم مكان معين وحجمهم أكبر صغر حجمهم ورجعوا إلى حجمهم الطبيعي. قصدك إنه بالوسط يعني ضمن الوسط الفني برا، يعني لما بديت أفهم مين صديق ومين مو صديقي بديت أوزع الأمور. ما نخلص إحنا عم نرجع. لا أنا هني لا عم نرجع كلنا هون جاية. ايه بس قولي لي مين تقصدي يعني انت بال يعني انت مين كان صديقتك؟ كان صديقتك شجون الهاجري، كنتوا قرابه كثير، كانوا حاطين شجون انه هي شجون الصفي، وكانوا حاطين فرح الصراف، وكانوا حاطين اكثر من صديقه لي، وتكلموا ان وينكم عن بعض. مين طلع؟ ما هو قاعد اشرح له انه مو وين احنا زملاء، احنا صداقة مش يعني صداقة زمالي بس، يعني لما نكون بالعمل يعني انا معاك نكون عندنا شغل نازلين ميداني، من الطبيعي باكل وبشرب معاك وبروح وبجي بيننا سفر وبيننا عشرة، انت صديق بس بالاول انت زميل. الصديق الصديق اللي ما اشوفه من 10-12 سنة ولما اي اكلمة القى يمي، الصديق اللي يستر عيوبي. فأنا كنت قاعد أشرح لهم شنو وضع الصديق في أو بعقلي، شنو هو الصديق، شنو تفسيره، شنو تعريفه. فهذا فقط لا غير، لأن هم قاعدين يعرفون الصداقة بشكل مختلف. مجرد ما أنا ما أصور معك اليوم بالسوشيال ميديا معناته بيننا خلاف، مجرد على اليوم أنت مريض ما كنت موجودة عندك معناته أن أنت مش صديق. لا، في أشياء ثانية هم مش فاهمينها، يعني هي هذه الفكرة. وأحوالك المادية كيف وضعها؟ جيدة والله الحمد لله. تبي تعرف رصيدي بالبنك؟ ما راح أقول لك. كم زيرو؟ ما أعرف. ما بتعرفي؟ ايه احذر. اه يعني هذا مثل ما حدا قال لي قبل السؤال ولا بعد السؤال. شلا الدرجة. انا عارف انت... شخص واحد اللي يقول قبله بعد بس ما راح اقول منه. مين؟ لا ما عارف. لا ما يعني مش رصيد رصيد. انت عم تشتغلي على السوشيال ميديا يعني؟ اي اشتغل. مثل الزميلات. ايه اشتغل بس مش كثير يعني مركزة عليها. ايه بس يعني بالدراما قاعدة احاول ارفع اجري. اشتغل بصوت ثاني. ايه خلاص. طب في منهم كتير عم يتكلوا بالسوشيال ميديا يعني من زميلاتك أو من جيلك؟ بالعكس هذا ذكاء، صاروا كتير. اي إذا هي ما بتحرق نفسها بتعرف تختار شنو وبتقدم برودكت صحيح مستوى راقي وبطرح جميل، واي نوت؟ بالعكس هذا بزنس، يعني هذه فرصتهم، بالعكس أنا أشجعهم. ريم نحن منشكرك ويعطيك العافية. رب مني ريم. لا 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 أبدا أبدا لا يمل منك، بالعكس. بس هذه التنهيد يعني يمكن عم شوي حكينا شوية معاناة على مأساة على قصص الواحد بيتذكر فبيتنهد هيك، عرفتي كيف؟ وإن شاء الله الأيامنا حلوة وأيامك حلوة. يا رب يا رب. ما شاء الله أنا شايفك مبسوطة ومرتاحة ومتعلقة، فمبسوطة بسط لك أنا. الحمد لله الحمد لله، الفضل رب العالمين وبر والديني الحمد لله. كل التوفيق. Thank you thank you علي thank you.